محبة رسول الله مستمدة من حب الله، وحبه ليست شعارات ولا ألوان ولا حشودا سياسية، بل اتباع لنهجه واحترام لأصحابه والاقتداء به في كل ما عرف به صلى الله عليه وسلم. نبي رحمة، نبي رحمة، تعالوا أسألكم بالله لنرى رحمة هؤلاء الذين يتغنون برسول الله. أين الرحمة فيهم؟ أين الصفة الرحمة فيهم والتأسي برسول الله في هذه العصابة المحرفة لشرع رسول الله؟ أسألكم بالله، هل وجدتم لهؤلاء الذين يدعون الانتساب لرسول الله ويحتفلون بمولده، هل وجدتم لهم شيئاً من صفات الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ابتلانا الله بهم والشعب يتجرع كؤوس الآلام والمآسي منهم وبسببه؟ اليوم أبسط أشياء الحياة انقطعت عن الشعب بسبب حرب هؤلاء وبسبب انقلاب هؤلاء الذين يتغنون بالنبي ويحتفلون بمولده ويرفعون الشارات والأضواء. سمي رسول الرحمة والمحبة وتحريم الدماء والعمل على البناء إلى الهدم وتحريم أخذ أموال الناس بالباطل والظلم والتعذيب واحترام المرأة وكبار السن ونصرة الضعفاء والمقهورين. هناك في الأمة اليوم من يقدم التضحيات من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ميراثه الذي يستهدف، ومن أجل شرعه الذي يستهدف، ومن أجل دينه الذي يستهدف. هناك اليوم من يقدم التضحيات، الدم رخيص، من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هناك، وهناك للأسف من يعمل على تشويه هذا الدين بأصليه الكتاب والسنة. هناك من يعمل على تشويه النبي العدنان وأصحابه الأخيار، وإظهار كل ذلك بصورة ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا التيار اليوم تتزعمه بقوة إيران ومن وراءها، إيران الصفوية الاثنى عشرية اللا إسلامية. هذا التيار اليوم يستهدف القرآن ويستهدف النبي صلى الله عليه وسلم ويستهدف سنته وشرعه بقوة وبقوة وبضلال وببغي وبظلم وبتحريف معيب. محبة رسول الله تقاس بالأفعال لا بالأقوال، وبتعاليم الإسلام وتطبيقها بالواقع وبالحياة، وعدم التمايز بين البشر إلا بالتقوى والقرب من الله وخدمة خلقه.